خاصة بلال العيد في مركز نبض الأمل. يعني هذا أقل شيء ما نقدمه لأطفالنا، وهذا إثبات على أن الشعب السوري لا يقهر ولا يموت، ولديه قدرات، ولديه قدرة على البناء، بناء هذا البلد الجميل الذي كان وما زال وسيبقى شعلة ومنارة لكل العالم. لن تحبطنا الحروب ولن تحبطنا القتل ولا الدمار. هذا أقل شيء ما نقدمه لأطفالنا، وهذه رسالة إلى كل العالم أننا موجودون، وأننا أصحاب علم وأصحاب معرفة وأصحاب دين وأصحاب أخلاق. تشرفنا اليوم بزيارة مركز نبض الأمل وإقامة احتفالية بتخريج أول دفعة من طلاب التعليم الذاتي. كان احتفالية متميزة جدا، أبدعوا فيها الأطفال ورسموا على وجوهنا الابتسامة ومحوا من وجوهنا آثار المآسي التي مرت بنا عبر سنوات من الظلم والقصف. هؤلاء الأطفال هم رمز المستقبل، هم بنات الأجيال. إن شاء الله تعالى بهممهم سنبني الأوطان من جديد. نشكر مركز نبض الأمل، هذا المركز المتميز الذي حصل خطوات متقدمة ضمن برنامج التعليم الذاتي.